تلاتة باكستان والسعودية تركيا والسعودية وقت الجد تركيا مع السعودية حليف وساعات تركيا تحاول تغيظ مصر انها حليف اقوى مع السعودية من تحالفها مع مصر او ان حاليا مصر وتركيا اعداء لكن علاقة تركيا بالسعودية ممتازة وشفنا رجب طيب اردوغان في جنازة الملك عبد الله خادم الحرمين رحمه الله انه كان موجود من اللحظه الاولى وشايفين كلام ايجابي مستمر من تركيا تجاه السعوديه فاحنا قلنا يبقى اردوغان جاد في يدعم السعوديه وقت الجد مش انه كلام وقت الكلام ان سلاح وقت السلاح فالسعوديه حاليا بتحارب وامنها القومي في خطر هل اردوغان هيحارب مع السعوديه قال كلمتين قال احنا مع السعودية وعاصفة الحزم وكتف صغير كده الإيران إنما هل كمل رجب, رجب طيب أردوغان هل وقف مع الجيش السعودي في المعركة ضد علي عبد الله صالح وأعوانه الحوثيين في اليمن لا ما وقفش قال كلمتين إنما بعد كده استقبل ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف وطلع على إيران وزير خارجية تركيا أغلو بيقول ان احنا وايران علاقتنا ممتازه ومحدش يطلب مننا نبوظ هذه العلاقات علاقه ايران وتركيا علاقه ممتازه وتاريخيه وقويه ولم تتراجع ده كلام الخارجيه التركيه يبقى اذا وقت الجد لما السعوديه احتاجت تركيا تركيا قالت كلام واردوغان بدا يتعامل مع اليمن باعتبارها الورقه اليمنيه اللي يغازل بها ايران أنا ممكن أضايقكم هناك ويغازل بها السعودية أنا ممكن ما معكم معاكم هناك علشان ياخد مكاسب من السعودية وياخد مكاسب من إيران فرجع طيب أردوغان اللي إتكلم بقوة عن دعم السعودية جه في الأخر وبدأ يلعب بالورقة اليمنيه مش واخد موقف سياسي ولا أخلاقي في هذا الأمر إنما بدأ يغازل طهران ويغازل الرياض ويحاول يكسب من طهران ويكسب من الرياض ده رجب طيب اردوغان وقت الجد باكستان وقت الجد برضو عشان نعرف ليه القيمة الأخلاقية والحضارية لمصر باكستان وقت الجد قالوا في الأول كلام الخارجية الباكستانية إن إحنا هنقف مع السعودية هنحارب مع السعودية جيشنا هيروح مع السعودية برا وبحرا وجوا وما إلى ذلك إنما رئيس الوزراء نواش شريف اللي هو صديق قوي للمملكة كان يقدر ياخد هذه القرارات فورا لان الدستور بيسمح له يعمل ده وما يرجعش نواز شريف للبرلمان لكن نواز رجع للبرلمان البرلمان قعد خمس ايام يتكلم في هذا الموضوع يوم الاربع والخميس راح وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف يوم الجمعه يا يعني محمد جواد ظريف وزير خارجيه ايران راح باكستان اربع وخميس يوم الجمعه خد البرلمان الباكستاني موقف لصالح عدم التدخل في اليمن يعني موقف لعدم مؤازرة السعودية في هذه الحرب وقالوا كلام إن لو الحرمين مهددين أو السعودية مهددة هنخش مع السعودية طب دلوقتي السعودية مهددة والأمن القومي السعودي مهدد هي باكستان منتظرة لما يصل الخطر إلى مكة المكرمة لما يصل الخطر إلى المدينة المنورة لما يصل الخطر الى مدينه جده السعوديه على البحر الاحمر يعني مش المفروض اصلا يكون الدعم قبل ده مع اول تهديد للامن القومي السعودي تكون باكستان حاضره ولا هتبقى حاضره لما يكون الاشتباك داخل اراضي السعوديه ومكه وجده مهددتين من قبل اي خصوم خارجيين موقف باكستان طبعا ليه ظروفه مش عايزين نبقى قاسيين على دوله باكستان الشقيقه لان في اوضاع داخليه وتركيبه داخليه صعبه انما كان يمكن لرئيس الحكومه ان ما يلجاش البرلمان ولا يزال بامكانه ان هو يطنش كلام البرلمان ده كله الدستور بيديله الحق إنه هو يتدخل عسكريا دون الرجوع للبرلمان انما احنا شفنا باكستان لعبت بالموضوع كانه ورقه وتركيا لعبت كانه ورقه بس عشان نعرف انه في النهايه مش هينفع الامه العربيه الا الامه العربيه ومش هيعين العرب الا العرب ومش هيقف مع العرب الا العرب ووقت الجد لقينا تركيا وباكستان اللي احنا متصورين ان هم حلفاء كل واحد شاف مصالحه وكل واحد شاف اوراقه وكل واحد بدا يشتغل بين ورقه اليمنيه ورقه ضغط فباكستان ممكن تتفاهم مع ايران في هذه الورقه او مع السعوديه وكذلك تركيا مش ان هم قولا واحدا مع المملكه العربيه السعوديه اذا احنا اذا وضع بيؤكد لنا لا حل الا قوه عربيه موحده لا حل الا اعتماد العرب على انفسهم لا يمكن الاعتماد لا على طهران التي تشعل حربا مذهبيه ولا على انقره اللي بتلعب بكل اوراق لصالحها ولا على اسلام اباد اللي وقت الجد راحت البرلمان ولقينا ان البرلمان طلع بقرارات لم تكن متوقعه الحل وأن يعتمد العرب على أنفسهم